يعني لما تشوفوا دلوقتي واحنا داخلين البيت ناس تانية وبشر تانية وعايشة في كفاح ونجاح وبتكافح، يعني أم ابنها معاق وبتشيله، حاجة مشرفة. لكن وأنا ماشي وشفت بتاع التوك توك ده، قلت له تعالى معايا جيب لي اللي بيشرب. دول عينة من بعض المدمنين اللي موجودين، تلاقيهم في كل حتة، الشارع تلاقي فيه 1000، هتلاقي فيه 3 واقفين على الناصية عاملين كده، وبدليل انه بتاع التوك توك ده راكن، هو مش قادر يسيطر على نفسه، عشان كده جبته نتكلم معاه. امبابة بعتز بيها وبروح هناك كتير، وفقرات كثيره جدا يعني بصور هناك في معهد شلل الاطفال، وبنشوف كل النماذج الانسانيه معظمها هناك. ليه؟ قرابين معهد الشلل، وايضا من نادي الياسمين، فيهم ناس قصص كفاح زي القصه اللي هتشوفوها. يعني هتشوفوا قصه في نفس الشارع ملهاش علاقه باللي كانوا الناس اللي تحت. اللي تحت لو واحد او اتنين، لكن الشارع فيه 1000. صح. وايضا هناك موضوع المخدرات، بعد ما خلصت تصوير ونزلت لهم في اللي بيبيع ما لقيتش حد، بس هو الراجل كمنه بياخد ستروكس مش شايف. وده خطوره التكاتك، لازم تطلع لها رخصه وخط سير ونعرف مين ده، نعرف المشكله ايه. بلدنا في امان، واذا كان في واحد او اتنين او 10 ضمن 1000 لازم نعالجهم، وده دورنا. زي ما قلت لكم في امبابه شفت جزء من الاخوه اللي واخدين مخدرات دول، ودخلت لست عظيمه اتكلم على مشاكل متعدد الاعاقه، تعرفش التفاصيل بين الحكايات. الام لو عندها ابن ما بيمشيش تعمل ايه؟ نازل المدرسه، طب رايح الحمام، طب كذا، طب السن زاد، هو بيكبر وبيتخن، وهي عيني حبيبتي بتكبر هي كمان، مشكله كبيره جدا. كده بقدم هذه القصة، وأتمنى المزيد من إلقاء الضوء لتسهيلات لمتحدي الإعاقة، الناس الطيبة، الناس الجميلة. وتحياتي لكل أم عندها ابن معاق أو ابن متحدي الإعاقة محتاج حد يشيله، وبحيي الجيران والناس الطيبة اللي بتساهم وتساعد. خليك دايما وش الخير، دي بهديها دي يعني لجيران كل واحد من متحدي الإعاقة. تعالوا نشوف قصتنا الجميلة، قصة الكفاح في امبابة، ملهاش علاقة بالاتنين اللي كانوا واقفين على الباب، حاجة تانية خالص. أسرة ملائكية وبيت ملائكي، والجيران بتحب بعض والناس فايقة ومية مية. تعالوا معانا. عيب ان البيوت تبقى صغيره، لكن العيب ان يبقى فيها حاجات مش كويسه. السلم ما شاء الله نظيف اهو، والناس تمام. خدكم نخش عند بطل قصتنا النهارده، هو ووالدته محمد عبد اللطيف. السلام عليكم. ازيك يا ستي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. معاها ولا ايه؟ جارتي تحت. مش طالعه على السلم؟ ما استحمل تحت. طب نخش. اتفضل. ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ الحمد لله. محمد هو نجمنا النهارده، محمد سعيد اني جيت له. محمد 16 سنه ولا 17؟ 16 سنه وطالب كرسي بطاري. لا انت طالب انت؟ طالب في ايه؟ احكي لي كده. في التجاره. تجاره؟ وشاطر ولا نص نص؟ يعني انت عندك ميل في دارك في العمود الفقري؟ فاتعمله له، وبعد كده ركب صمام، وبعد كده عنده طبعا رجليه ما بتتحركش خالص من بعد العمليه، بس هي ما كان نازل اصلا ما بتتحركش. وبعد كده بقى يعني عنده الجزء التحتاني ده حساس جدا، يعني لو شم كيس فول يتحرق. كان بنعمل له جلسات كهرباء، اتحرق خالص كفه رجليه، لو اوريها لك محروقه خالص. من العلاج الطبيعي يعني ولا عايزك تتكلم انت؟ قول احكي اسمك ايه الاول. محمد عبد اللطيف. كام سنه يا محمد؟ 16. وطالب في، انت قلت لي في التجاره؟ وايه اللي حصل لك من صغرك؟ ايه اللي في جسمك يعني؟ كيس ميه في ظهري، ورجلي انا مولوك بها، وعايز عمليات شرايح ومسامير، بس قالوا لي ما تنفعلكش عشان جسمك زجاج، عظم زجاجي. عظم زجاجي، لو حصل اي حاجه الجسم يتكسر. انت بتروح المدرسه كل يعني كل قد ايه؟ كل يوم ولا كل يومين ولا انا ما كنتش بروح خالص، بس لما كلمتكم وقالوا لي جاي الكرسي وكده
هبدا اروح. كرسي كهرباء هو اللي يخليك تروح المدرسه؟ بتنزل ايه؟ مين اللي بيشيلك؟ والدتك؟ تعاني بتعاني والله، قلبي معاك. الله يخليك يا استاذ طارق، والله هو الحمد لله ربنا بيدي البرد على قد الغطا زي ما بيقولوا، الحمد لله هي صحتنا من عند ربنا. وانا انت مظروف كمان يعني، انا عندي الفقره الرابعه والخامسه متدمرين خالص، بس محمد ما كانش عظمه زجاجي، هو قلب من سنتين بس عظمه زجاجي، عنده ورك مفصول وعايش شرايح ومسامير، فطبعا الدكاتره قرروا لا. لان انت كده في الدور الثالث؟ اه. ايه اللي بيشيله معاك يعني؟ انا انت قاعد هنا على الكنبه جاي من السرير اللي هنا ازاي؟ الجيش اللي شالتك ماما؟ اه. والله الامهات دول والله ليهم الجنه فعلا. اه تحرك خالص يعني، هو التحرك بتاع محمد ملوش تحرك، هي والدته دايما هي اللي بتشيله وبتوديه وبتروح. جارهم؟ اه جارهم. اه احلى حاجه ان الناس هنا كلها يعني تحس ان هم اسره واحده يعني. محمد عبد اللطيف بيتحدى المرض، بيتحدى العجز، عاوز يتحرك. بشكر والدته انها بتشيله، بس هو محمد من خلال التواصل الاجتماعي معاكم، خشوا معاه على صفحه محمد عبد اللطيف. في حاجه تانية؟ محمد لطيف بس؟ اه. وصورتك؟ اه. لا غير الصوره اعملها كده. اعمل كده طيب. اعمل كده. هتلاقوا كده هتعرفوا ان دي محمد، خش اعملوا لايك. محمد عبد اللطيف هنا في امبابه، اللي وزنه زي ما انتم شايفين ما بيتحركش، وكان عنده امنيه. انا بحيي مصر خير انها بتشارك معانا في هذه اللحظات اللي بعتبرها انها بتبقى نقطه فاصله، ممكن واحد يتحرك دون مساعده من احد. ده شيء كبير وده شيء مهم وده شيء اساسي، وارجو ان كل مؤسسات الدوله تعمل ده لكل متحدي الاعاقه. جاءت لحظه ان احنا نسلم للام الطيبه ولمحمد الكرسي الكهرباء اللي مهما كان ثمنه فهو شيء ضروري لمحمد واللي زيه. ابعتوا لنا على صفحتنا طارق علام تي في نكمل معاكم الحلم. شوف حلمنا الكرسي اهو، ممكن حد يجيب الكرسي من جوه بس، ها ويبقى فرديه كده و... مبروك يا محمد. جابين لك اهو لون اصفر اهو عشان ايه؟ لون الدراويش. ماشي. طبعا المكان هنا ضيق لكن بالحب هيبقى واسع، تبقى حاجه كبيره. وربنا يعينك يعني، قلبي معاكي والله. ربنا يكرمك. وعلى فكره بنقدم الصوره دي، دي الاسره المصريه، دول الجيران، ده البيت هنا جارتها وده جارها. مبروك ليك. مفيش كده فرحه زغروته كده ولا حاجه؟ زغروتي يا عمتي. انت تعبت والله. لا انا تعبت. بنختم لقائنا بمحمد بيقول كلمة شكر، بيشكر ربنا. بنكمل معاكم الحلم من امبابة، اللي برنامج هو ده، هنكمل معاكم.